أعلنت مصادر إسرائيلية عن مقتل فلسطينيين اثنين وإسرائيلي في اشتباكات مسلحة تدور منذ ساعات الصباح على الحدود المصرية الإسرائيلية. عقب وزير الدفاع الإسرائيلي أهود باراك على العملية العسكرية التي نفذت صباح الاثنين على الحدود المصرية الإسرائيلية، مؤكدا على فقدان السيطرة الأمنية المصرية على سيناء. وأعرب باراك عن أمله من الرئيس الجديد لمصر أن يأخذ المسؤولية ويحترم الالتزام المصري أمام العالم، والتي من ضمنها اتفاقية السلام مع إسرائيل. أعلنت مصادر طبية فلسطينية مقتل اثنين من المواطنين الفلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة. قال شهود عيان أن القتيلين كانا يستقلان دراجة نارية قرب أحد الحقول الزراعية، ما أدى أيضا إلى إصابة 4 فلسطينيين بجراح جرى نقلهم إلى مستشفى بيت حنون لتلقي العلاج. ومن جهتها قالت إسرائيل بأنه لا علاقة لها لهذا القصف مع العملية التي حدثت على الحدود الجنوبية مع مصر، بل هي رد على هجوم القناص الفلسطينيين على مواقع عسكرية إسرائيلية على حدود قطاع غزة. عادت الدول العظمى اليوم الاثنين إلى طاولة المحادثات مع إيران حول برنامجها النووي، وسوف تستمر هذه الجولة حتى مساء يوم الثلاثاء، وهذه تعتبر الجولة الثالثة في العدد، حيث وصل البارحة إلى العاصمة الروسية موسكو ممثلين إيران وممثلين عن الدول العظمى. ومن المتوقع أن يصل إلى إسرائيل ممثلين عن هذه المحادثات لإطلاع الطرف الإسرائيلي على التطورات الأخيرة إزاء قضية إيران وعن نتائج الجولة الثالثة لهذه المحادثات التي ترى بها إسرائيل محاولة إيرانية للمماطلة وكسب الوقت. صوتت الحكومة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة على استكشاف الخيارات المتاحة لبناء جزر اصطناعية قبالة شواطئ إسرائيل. هذه الجزر من شأنها أن تحتوي مطاراً وميناء بحري ومحطة لتحلية المياه وتوليد الكهرباء وقاعدة للاختبارات العسكرية. وزارة العلوم والتكنولوجيا تستعد لإنشاء لجنة توجيهية خاصة لبحث المشروع. مساحة المشروع أو الجزيرة ستصل إلى 2000 دونم، وتكلفته ستصل إلى ما يقارب 1 مليار دولار. ومن المقرر أن تقدم اللجنة توصياتها إلى رئيس الوزراء نتنياهو في غضون عام واحد. وفقا لمعطيات المكتب المركزي للإحصائيات، وصل إلى إسرائيل خلال 5 أشهر من هذا العام ما يقارب 1 مليون زائر، وهذا يعتبر رقما قياسيا جديدا أعلى من الرقم السابق عام 2010 ب4%. وهناك أيضا رقما قياسيا في السياحة الوافدة في شهر مايو الأخير. وزير السياحة الإسرائيلي ستاس قال بأن الأرقام القياسية هذه في السياحة تثبت بأن الاستثمار في صناعة السياحة يساهم في زيادة الدخل للاقتصاد، وكذلك يساعد في تغيير صورة إسرائيل أمام العالم.